بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الكرام في درسنا لهذا اليوم للصف الأول ثانوي، المادة فيزياء 1. عنوان الدرس أيها الكرام مفهوم المتجهات والمتجهات في أبعاد متعددة. هذا الدرس في فيزياء 1 للفصل الدراسي الثاني. نشكر الأستاذ محمد العامري على حسن إعداده لهذه الدروس. معكم أخوكم أحمد الشعبي في تقديم هذا الدرس، فعلى بركة الله نبدأ. أهداف الدرس أيها الكرام: تحدد مركبتي كل متجه. ثانيا: تحسب مجموع متجهين أو أكثر في بعدين بطريقة الرسم. ثالثا: تحسب مجموع متجهين أو أكثر جبريا، وذلك بجمع مركبات المتجهات. خمسة أيها الكرام: العلم هو أكثر من أن يكون مجموعة معلومات، إنه منهج تفكير. الرسم البياني الموضح أمامنا أيها الكرام في يسار هذه الشاشة يتكون من متجه باللون الأحمر. هذا المتجه ليس على محور X وليس على محور Y، وإنما يؤثر على جميع المتجهين على محور X وعلى Y، ولذلك لابد من عمل له ما يسمى بتحليل المتجه، وهذا ما سندرسه إن شاء الله في هذا الباب الذي يتكلم عن القوى في بعدين والمتجهات، ودرس اليوم عبارة عن المتجهات. أما هذا كما أسلفنا، هذا المتجه فهو يؤثر في البعد في بعدين وليس على بعد واحد فقط، لذلك لابد من عمل له ما يسمى بتحليل المتجه. معظم الأجسام أيها الكرام، معظم الأجسام التي تتأثر بقوة تعمل في أكثر من اتجاه، تعمل في أكثر من اتجاه كما هو موضح الآن أمامنا في هذه الصورة. هذا الآن هذه الكتلة، وهذا الجسم له كتلة معينة، ويقوم الطالب بسحب هذا الجسم من اتجاهين، لاحظوا، من اتجاه على اليمين واتجاه على اليسار. هذان الاتجاهين المؤثرين على القوة لابد من طريقة لحسابهما. كيف نستطيع حساب هذه القوة وهذه القوة التي تؤثر على هذا الجسم، التي تؤثر على هذا الجسم الذي إن شاء الله هذا ما الذي سنتعلمه في درسنا، في دروسنا في هذا الباب كاملا إن شاء الله. في البداية نراجع مفهوم المتجهات أيها الكرام. ويقصد بالمتجه في البداية عبارة عن كمية فيزيائية يتطلب تعيينها، تحديد مقدارها واتجاهها. يعني هي الكمية التي تحدد بالمقدار والاتجاه، يتطلب لها المقدار والاتجاه لتحديدها، يتطلب أمرين: المقدار والاتجاه. فهذه كمية تسمى الكمية المتجهة، ويتم تمثيلها بواسطة سهم. هذا السهم إما يمثل أي كمية فيزيائية متجهة، القوة، السرعة، التسارع، الوزن، أي كمية فيزيائية متجهة يمثلها هذا السهم، يمثلها هذا السهم. إذن هذه هي المتجهات وتعريفها وكيف نستطيع تمثيلها وكيف نستطيع تمثيلها. طيب، من الأمثلة على الكمية المتجهة، من يستطيع؟ يلا هند، تستطيعين كتابة لنا مثال على الكمية المتجهة؟ ممتاز، إذن أحسنت يا هند. السرعة مثال على الكمية المتجهة، أيضا التسارع عندنا هنا، الإزاحة تختلف عن ما يسمى بالمسافة، وعندنا هنا القوة والوزن، وجميع هذه الكميات هي كميات متجهة، كميات متجهة. طيب، جميل جدا أيها الكرام. متجه القوة المحصلة لقوتين متعاكسين يساوي مجموعهما. أولا أيها الكرام، القوة المحصلة في القوة المحصلة لقوتين في بعد واحد لنا فيها طريقتين. الطريقة الأولى إما أن تكون مجموع القوتين إذا كانوا في نفس الاتجاه، إذا كانوا في نفس الاتجاه تكون بهذه الطريقة. مثلا إذا كانوا في نفس الاتجاه القوتين المؤثرتان، ف نكون المجموع،
وأما إذا كانوا متعاكسين كما هو موضح في المثال أمامنا فيكون هناك الفرق بينهما، الفرق بينهما. إذن هنا متجه القوة المحصلة لقوتين متعاكستين يساوي مجموعهما، هل العبارة صحيحة أم خاطئة يا هند؟ ما رأيك؟ العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يلا يا هند. ممتاز جدا، أحسنت بارك الله فيك. العبارة خاطئة، العبارة خاطئة. يعني هنا يا أيها الكرام نضع علامة الدائرة على كلمة العبارة الخاطئة، العبارة الخاطئة، هذه بالنسبة لهذا السؤال وبالنسبة للمحصلة. هنا الطريقة الأخرى، عندما يدفع طالبان طاولة في اتجاه اليمين بحيث يؤثر كل منهما بقوة مقدارها 40 نيوتن فإن متجه القوة يساوي. إذن أيها الكرام لو يكون في رسم توضيحي بسيط فقط لهذا الموضوع، يكون الطاولة هذه الطاولة وهذا الطالب الأول وهذا الطالب الثاني في نفس الاتجاه وجميعهم بقوة مقدارها 40، هذا 40 وهذا 40 نيوتن، فكم راح يكون المقدار، مقدار القوة المحصلة؟ مقدار القوة المحصلة أيها الكرام دام بما أنهما في نفس الاتجاه، جميعهم في نفس الاتجاه، فتروح تكون القوة المحصلة تساوي 80 مجموع القوتين إذا كانوا في نفس الاتجاه، 80 نيوتن، 80 نيوتن، هذا إذا كانوا في نفس الاتجاه. هذا بالنسبة لهذا السؤال، واضح يا هند السؤال هذا؟ بارك الله فيك. طيب أيها الكرام، المتجهات في أبعاد متعددة، ماذا تلاحظ على هذا الرسم؟ هذا الرسم أيها الكرام لو أتينا إلى ما يسمى برسم المتجه، لو أردنا رسم المتجه الآن، هذا المتجه الأول اللي هو A وهذا المتجه الثاني اللي هو B، وعندنا هنا أيها الكرام اللي بالأزرق تشوفونه هذا هو نسميه المحصلة، الآر هذا يرمز له ب تعني المحصلة. إذن عندنا متجه A ومتجه B والمحصلة، المتجه A والمتجه B والمحصلة. إذا أردنا جمع المتجهات في هذا البعدين، أنا عندنا بعدين هذا على محور Y وهذا على محور X، فماذا نفعل؟ أولا أيها الكرام نضع ذيل أحد المتجهين على رأس المتجه الآخر، نضع ذيل أحد المتجهين على رأس المتجه الآخر، هذا ذيل B على رأس A. ثانيا نرسم المتجه المحصل بتوجيه ذيل المتجه الأول مع رأس المتجه الثاني، نرسم المتجه المحصل بتوصيل ذيل المتجه الأول مع رأس المتجه الثاني، نقيس مقدار المتجه المحصل هذا كامل بالمسطرة ونحدد اتجاه هذا المتجه أيضا بالمنقلة. إذن الخطوة الأولى أيها الكرام نضع ذيل المتجه أحد المتجهين على رأس المتجه الآخر، ثانيا نرسم المتجه من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني، عفوا نرسم المحصلة، ثالثا نقيس مقدار المتجه المحصل هذا كم يكون بالرسم، وبعد ذلك نقيس اتجاهه بالمنقلة. هذه أيها الكرام طريقة رسم المتجهات، يعني لو أردنا وجمع المتجهات، لو أردنا تطبيق هذا الكلام تطبيق فعلي، نقول ركزوا معي أيها الكرام، هذا المتجه الأول مثلا نقول A، هذا نسميه A، هذا المتجه الثاني نسميه B، لو أردنا الآن هذا المتجهين توضيحيين، لو أردنا رسم محصلة لابد من نقل أو تحريك المتجه، نحرك المتجه بهذه الطريقة، نضع ذيل أحد المتجهين على رأس المتجه الآخر ثم نقوم بمسح المتجه الأول لأنه يساوي الثاني على طول. طيب الآن نريد رسم المحصلة، لاحظوا المحصلة تبدأ من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني، هذه المحصلة، وهذا المتجه اللي قبل قليل الايه اللي نقلناه للطرف الثاني. بهذه الطريقه نستطيع رسم متجه وتحديد الار
لهذا المتجه اللي هي المحصلة، وبلا مقيس أيضا منها طول المتجه المحصل وبالزاوية نحسبها عن طريق المنقلة. طيب، نظرية فيثاغورس تحسب إذا كان عندنا أيها الكرام إذا كانت الزاوية بين المتجهين قائمة، نحسب نظرية فيثاغورس من العلاقة التالية: R تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع، يعني المحصلة تساوي A المتجه الأول تربيع زائد المتجه الثاني تربيع. نستطيع حساب المحصلة بشرط أن تكون الزاوية قائمة، أن تكون الزاوية قائمة. إذا كانت الزاوية قائمة بين المتجهين نستخدم هذه النظرية رقم واحد، هي نظرية فيثاغورس. هذه أيها الكرام الطريقة الأولى. عندنا قانون آخر يسمى قانون جيب التمام، هذا رقم اثنين، نستخدمه أيها الكرام إذا كانت الزاوية بين المتجهين لا تساوي 90 كما هو موضح في هذا المتجه. الزاوية هنا أيها الكرام لا تساوي 90، نستخدم العلاقة البسيطة جدا R تربيع تساوي A تربيع زائدا B تربيع ناقص 2B في كوساين الثيتا، يعني 2 في المتجه الأول في المتجه الثاني في كوساين الزاوية بين المتجهين، في كوساين الزاوية بين المتجهين. هذا بالنسبة للقانون الثاني. القانون الثالث أيها الكرام نستخدمه إذا كانت الزاوية بين المتجهين والزاوية المقابلة لها معلومة. إذا علمنا قيمة الزاوية بين المتجهين والزاويتين المقابلتين لهما نستطيع حساب هذا، نستخدم هذا القانون يسمى قانون الجيب. قانون الجيب يعطى بالعلاقة R على ساين ثيتا تساوي A على ساين لندا تساوي B على ساين B، A على ساين B A على ساين A تساوي B على ساين B والR على ساين ثيتا. هذا بالنسبة للقانون الثالث يسمى قانون الجيب. الآن أيها الكرام نستطيع حل المسائل بأي طريقة كانت. إزاحتان الأولى، عندنا إزاحتان الأولى 25 كيلومتر والثانية 15 كيلومتر، احسب مقدار محصلتهما عندما تكون الزاوية بينهما قائمة. وكما سبق إذا كانت الزاوية قائمة فإننا نستخدم نظرية ماذا؟ نظرية فيثاغورس. إذن أيها الكرام عندنا، يعني لو أردنا توضيح للرسم مثلا، نقول هذا المتجه الأول A وهذا المتجه الثاني B والمحصلة R، الزاوية بينهم 90، الزاوية بينهم قائمة. أردنا حساب مقدار المحصلة، كم مقدار المحصلة؟ الحل أيها الكرام، الحل نستخدم العلاقة التالية: R تربيع تساوي A تربيع زائدا B تربيع، يعني R المحصلة هي تساوي المتجه الأول تربيع زائدا المتجه الثاني تربيع، وتساوي R تربيع يساوي المتجه الأول 25 تربيع زائدا المتجه الثاني 15 تربيع. ويكون الجواب النهائي أيها الكرام عندنا أن الR يساوي R تربيع، لاحظوا R تربيع يساوي 850، هي 850 هذا بالنسبة للR تربيع، لكن نحن نريد ماذا أيها الكرام؟ نريد الR وليس الR تربيع. فماذا نعمل؟ بأخذ الجذر للطرفين، بأخذ الجذر للطرفين نستطيع حساب الR، ويكون الR أيها الكرام يساوي R يساوي 29 كيلو متر. هذه هي أيها الكرام المحصلة، هذه هي المحصلة، مقدار المحصلة R يساوي 29 كيلو متر اللي بالأخضر هنا، هذه نشوفها هي 29 كيلو متر. هذا بالنسبة لحل هذا المثال، أتمنى أن يكون واضح. وكيف استطعنا حل هذا المثال بتحديد؟ أول شيء معرفة نوع الزاوية، هل هي قائمة أو غير قائمة؟ إذا كانت قائمة نستخدم نظرية ماذا؟ نظرية فيثاغورس لحل هذه المسألة، نظرية
فيثاغورس لأن الزاوية قائمة. واضح يا هند؟ طيب بارك الله فيك. هناك أيها الكرام إلى مسألة أخرى، إزاحتان الأولى 25 كيلومتر والثانية 15 كيلومتر، احسب مقدار المحصلة عندما تكون الزاوية بينهم 135. هذه الزاوية أيها الكرام أكبر ولا أقل من 90 يا هند؟ أكبر ولا أقل من 90؟ ممتاز، أكبر من 90. إذا كانت أكبر من 90 أيها الكرام راح نستخدم، أو أصغر من 90 راح نستخدم نظرية أو قانون جيب التمام لحل هذه المسألة. إذن أيها الكرام هذه المسألة تكون بالطريقة التالية، مثلا إذا كان هذا المتجه الأول نسميه A والمتجه الثاني عندنا B بهذه الطريقة، مثلا يكون عندنا هذا الR وهذه الزاوية 135. نريد حساب المحصلة. هذا القانون أيها الكرام. أهلا وسهلا يا نوال، حياك الله وبياك. عندنا القانون الآن قانون جيب التمام ينص على التالي: R تربيع يساوي A تربيع زائدا B تربيع ناقص 2 في A B كوساين الثيتا. كوساين الثيتا. طيب الآن نعود بالأرقام. عندنا الـ A 25 تربيع زائدا الـ B 15 تربيع ناقص، الآن هذا 2 راح أكتبه بلون ثاني لأن لازم تعرف أن هذا 2 ثابت في القانون، خلاص 2 ضرب 25 ضرب 15 في كوساين الزاوية اللي هي عندنا تقريبا 135. الآن نبدأ أيها الكرام في التعويض بالناتج النهائي، ويكون الناتج عندنا بأخذ الجذر التربيعي للطرفين. إذا أخذنا الجذر التربيعي هذا الآر تربيع، لو أخذنا الجذر التربيعي للطرفين هذا جذر وهذا كل المقدار كامل تحت الجذر، التربيع مع الجذر راح يروح ويكون الآر يساوي عندنا في الجواب النهائي 37 كيلو متر. هذا واضح يا هند يا نوال؟ هند نوال واضح؟ هند تقول واضح. نوال ما رأيك؟ طيب طيب يا شباب، هذا بالنسبة لهذا هذا المثال. نأتي أيها الكرام إلى عند نقل المتجه فإنه لا يتغير. لماذا؟ هذا المتجه A و B، عندما نقلنا الـ A إلى الطرف الآخر من ذيل المتجه الأول إلى رأسه بهذه الطريقة، شوفوا الـ A وين راح هنا يا شباب، لماذا لا يتغير؟ يلا من يستطيع الإجابة؟ الإجابة أيها الكرام، الإجابة أيها الأحبة الفضلاء، لا يتغير المتجه بسبب نقطتين. النقطة الأولى أن طول المتجه نفسه، يعني طول هذا المتجه هو نفس طول هذا المتجه الذي قمنا بنقله، ما تغير الطول. والنقطة الثانية أيضا أيها الكرام أن اتجاهه لم يتغير، لاحظوا الجميع كله إلى الأعلى إلى الواي الموجب، وهذا اتجاهه لم يتغير الـ A، وفي الحالة الثانية اتجاهه لم يتغير. إذن بهذه السببين، لأن طوله واتجاهه لم يتغير، لأن طوله واتجاهه لم يتغير لم يتغير، لأن طوله واتجاهه لم يتغير. هذا هو السبب الرئيسي في أن عند نقل المتجه فإنه لا يتغير. القوة المحصلة للشكل المقابل، هذه القوة الآن هنا
هذا الرجل يدفع القوة بمقدار 500 نيوتن، قوة الاحتكاك معاكسة له في الاتجاه بسبعين نيوتن. اختر الإجابة الصحيحة. الجواب القوة المحصلة هو 70 430 570. من يستطيع الإجابة؟ يلا يا نوال ويلا يا هند، من يستطيع الإجابة؟ من يستطيع الإجابة؟ يلا يا كرام. طيب الجواب أيها الكرام، بما أنهم متعاكسين في الاتجاه، متعاكسين في الاتجاه، فإنه راح يكون هناك الفرق وليس الجمع، الفرق بين القوتين. كم يساوي نوال؟ يلا راح يكون الجواب أيها الكرام، أحسنت، لا ليس 70، هي 70 و500، 500 ناقص 70 كم راح يكون الجواب؟ راح يكون الجواب 430. 430 لأن احنا نقصنا 500، القوة الأولى عندنا 500 ناقص 70 اللي هي القوة الثانية، راح يكون الجواب 430 نيوتن. واضح؟ طيب ناتي أيها الأحبة الفضلاء إلى ملخص درسنا لهذا اليوم بمفهوم المتجهات. أخذنا مراجعة بسيطة عن المتجهات، أخذنا نظرية فيثاغورس، وقلنا أيها الكرام نستخدمها إذا كانت الزاوية تساوي هنا كم؟ تساوي 90، وجي قانون جيب التمام، وقانون جيب إذا كانت الزاوية أصغر من 90 أو أكبر من 90 فهذه نستخدم فيها قانون الجيب التمام وقانون الجيب. كذلك أخذنا المحصلة وكيف نستطيع حساب المحصلة. كذلك أيها الكرام كيف نستطيع جمع المتجهات في بعدين وكيف نحافظ على المتجه. أهلا وسهلا بك يا عمر، حياكم الله وبياكم، متأخرين دخلتم اليوم، لكن عندنا الدرس أيها الكرام في تمام الساعة 7:45 بإذن الله للدرس الثاني لموضوعنا لهذا اليوم، عبارة عن اسم الدرس مركبات المتجهات. أراكم إن شاء الله في تمام الساعة 7:45 بإذن الله. هذا الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh.